على ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا مدام نهال؟ الله، هو انت بتذيعي البرنامج ده من بيتكو؟ احنا متفقين من الاول ان انا هنفذ البرنامج ده بالطريقه اللي انا شايفاها صح. بقول لك وزير الداخليه كلمني وزعلان. يزعل من رجالته مش مني. انا مش فاهم انت واخده موقف منهم ليه. لا انا مش واخده موقف من حد، احنا محتاجين الحكومه تشوف شغلها. ما هم شافوا شغلهم وجابوه، عاوزاهم يعملوا ايه تاني؟ يثبتوا ان هو، يودوا النيابه يكشفوا التحقيقات، ولو مش هو يجيبوا اللي عمله. مدام نهال، وانت تعرفي حاجه عن الولد ده احنا ما نعرفهاش؟ انا لا اعرفه ولا اعرف عنه حاجه. قتلت الستات دول ليه؟ أنهي ستات؟ دول. يا ساتر، ده مين اللي عمل كده؟ حاجة بشعة جدا. ده انت ناوي تستهبل بقى ليه بس سعادتك؟ صور فعلا فظيعة. الصور دي يا نادر اتبعتت لأهالي الضحايا بعد اختفائهم بكام يوم. انت متقراش جرايد ولا ايه؟ ده البلد كلها عارفة الموضوع ده، ولا حتى بتتفرج على تلفزيون؟ أنا لا غاوي جرايد ولا بتفرج على تلفزيون، أنا بسمع من بعيد وما بصدقش حد. ما بتصدقش؟ طب أنا حوريلك صورة تانية يمكن تصدق. إيه رأيك؟ أنت ده ولا أخوك التوأم؟ حاضر، أنا فعلا. بس الصورة دي جت عند سعادتك ازاي؟ الصورة دي نشرها واحد على الفيسبوك زي ما انت شايف، وكتب ان الست اتجننت وماشية مع واحد قد بنتها. ده سوء ظن واتهام الناس بالباطل. الصورة دي اتاخدت لعزة كامل قبل اختفائها على طول، بعديها بكام يوم صورتها وهي مقتولة اتبعتت لبنتها. تقدر تفسر لي يا نادر ليه كنت انت اخر واحد ظهر معاها قبل ما تتقتل؟ سعادتك، الست دي عربيتها وقفت في حته مقطوعه وانا كنت معدي بالصدفه، طلبت مني اغير لها فرده الكاوتش. اتفاجئت انها المطربه المشهوره، بس بحبها قوي، ولما قلت لها يعني ان انا من اشد المعجبين بيها فرحت جدا. ظهري عادل بيه انها ما بقاش حد يسال عليها من يوم ما اعتزلت، بس وغيرت لها فرده الكاوتش وبعدين اصرت توصل. ادي كل اللي حصل. انت قلت يا عادل بيه، تعرف اسمي منين؟ سعادتك اشهر من نار على العالم، هو في حد في البلد ما يعرفكش؟ ليه بقى؟ ان شاء الله نجم سيما ولا لعيب كوره؟ بلاش لوع وقول لي دغري تعرف اسمي منين يا فندم. اكيد سيادتك عارف اني كنت بشتغل محامي ومعرفت الضباط الداخليه من صميم شغلي. ايه راي سعادتك بقى؟ مش تفسير مطلع. ماشي يا نادر، خلينا في عزة كامل. مالها سعادتك؟ بعد ما وصلتك حصل ايه؟ ولا حاجة، روحت على البيت وقعدت اسمع اغانيها وانا مبسوط. هل عندك دليل ان كلامك ده حصل؟ وفي دليل انه ما حصلش؟ ولا بلاش شغل المحامين ده. ليه بس يا فندم؟ هو شغل المحامين وحش ولا ايه؟ وبعدين الضابط والمحامي هدفهم واحد، تحقيق العدل. بص يا ابني، الظاهر ان انت مش مقدر خطورة الموقف اللي انت فيه. انت متهم بخطف وقتل 4 ستات، ودي جريمة مش بسيطة. انا عارف انها جريمة مش بسيطة، بس تفتكر سعادتك يعني جريمة زي دي ممكن يوجه فيها اتهام بناء على صورة مفيش فيها اي حاجة؟ ازاي مفيش فيها اي حاجة؟ انت متصور فيها مع الضحية. وانا ما انكرتش، بس انا متصور مع الضحية في عربيتها هي، وهي اللي سايقة بنفسها، يعني عنصر الاجبار مش موجود. ولو فرضنا ان في علاقة بين الصورة وبين جريمة خطف، فالاقرب بقى ان عزة تكون هي اللي خطفاني مش انا اللي خطفها. يا سلام يا عادل بيه، سيادتك لو حولتني النيابة دلوقتي بدليل زي ده هاخد إخلاء سبيل فورا وبدون أي ضمانات. ده غير بقى إن أنا كمان ممكن أطعن إن الصورة دي مزورة وننتدب خبير ونعيش بقى مع بعض. يعني يا نادر أنت مرتب نفسك قوي. مش مسألة مرتب نفسي ولا حاجة،
ساعدتك حط نفسك مكاني. انتوا عايزين تلبسوني قضية قتل الست لمجرد ان اتصورت معها. لا وايه؟ عايزين تشيلوني 3 جرائم قتل كمان فوق البيعة. كل ده عشان خاطر صورة؟ لا يا نادر، مش عشان صورة. وزي ما انت مرتب نفسك قوي، احنا كمان مرتبين نفسنا. انا مش فاهم سعادتك. هتفهم دلوقتي. ادخل. تعال يا سلطان. اوامر سعادتك يا باشا. انت شغال في البنزينه اللي في طريق الواحات في 6 اكتوبر مش كده؟ ايوه يا باشا بالظبط. يوم ما اتخطفت الست عزه كامل انت قلت انها جت عندكم البنزينه ومونت عربيتها. ايوه حصل سعادتك. طيب انا عايزك بقى تحكي لي كل حاجه بالتفصيل. هو كان في شاب سايق عربيه. شاب ايه؟ سايق العربيه يا باشا. سايق العربيه؟ كمل. والست عزه كانت قاعده في الكرسي اللي جنبه. وانت كلمتها؟ لا يا باشا، دي ما كانتش هنا خالص. واضح كده يا باشا انها كانت سكرانه مبلبعه حاجه ضربه اي شيء يا باشا. يعني نقدر نقول كده انها كانت غايبه عن الوعي. اكتر من كده يا باشا، بقول لحضرتك مش هنا، مسافره بعيده يا باشا. طب قول لي يا سلطان، تحت امرك، هو ده الشاب اللي انت شفته سايق العربيه؟ هو يا باشا. عايزك تقرب منه يا سلطان وتبص كويس وتركز علشان تبقى متأكد. هو يا باشا، انا متأكد. هو متأكد. طيب يا سلطان، تقدر انت تروح دلوقتي، ولما نعوزك هنبعت لك. شكرا سيادتك يا باشا. ايه يا نادر، يا ترى ايه رأيك في الكلام ده؟ تسهر على الورق الليلادي وبكرة ان شاء الله تقول لي رأيك. حاضر يا استاذة، بس انا كنت عايز اسأل حضرتك على حاجة. اسأل. انا بصراحة مش قادر افهم اللي حضرتك عملتي مع الداخلية النهاردة. ليه؟ هجمتهم بشكل عنيف جدا يا استاذة. بص يا كريم، اهم حاجه انا اتعلمتها في شغلانة دي انك عشان تنجح لازم تبقى مختلف، وده اللي بنتعلمه منك. بس يا استاذه اسمع بس يا كريم، دلوقتي التوك شوف كلها في مصر النهارده اتكلمت عن الموضوع ازاي. القبض على السفاح. بالظبط، تتكلموا عنه على اساس ان هو قضيه واتحلت خلاص. مظبوط. طب لو انا بقى طبلت للداخليه زيهم هبقى مختلفه في نظر الناس ازاي؟ الشطاره بقى انك تطرح القضيه نفسها من وجهه نظر مختلفه تماما ومن سكه ما حدش متوقع. ايوه بس حضرتك شككت في الحكايه من اول لحظه. ايوه يا كريم، عشان كده الناس بتتفرج عندنا مش عند حد تاني، عشان احنا بنعرف نسال الاسئله اللي كلهم بيخافوا يسالوها. طيب حضرتك شايفه ان الولد ده بريء ولا لا؟ مش عارفه بصراحه، بس اللي اعرفه ان نادر ده هيبقى اكتر واحد الناس مهتمه تعرف اخباره الفتره اللي جايه. عشان كده بقى من بكره هتنزل لي 3-4 مراسلين يجيبوا لي قصه حياته من يوم ما اتولد. عايز اعرف عنه كل حاجه. تمام يا استاذ. عبد الله على السلامه. ابو السلاطين مفيش حاجه؟ ايه، تعالى يا شعبان. يا ساتر، انا مش مصدق نفسي. خرجوني ازاي؟ هم هيعوزوا منك ايه تاني؟ مش قلت لهم ان هو يبقى خلاص كده يا ابو السلاطين؟ بس انا خايف من الضمله كل شويه في البنزينه. اما حلو لو عرفوا انك كنت يوميها شارب وعميان ومش شايف قدامك، انا هعلقوك في المشنقه مكانه. انت هتريحني يا شعبان، تعالى نكمل كلامنا في اي داهيه يا اخي. طب مفيش اي حاجه معاك؟ شعبان تعالى. يعني ايه شهادته ملهاش قيمه؟ حضرتك رحت البنزينه دي قبل كده؟ لا انا رحتها. البنزينه دي في حته مقطوعه وبالليل الإضاءة بتبقى ضعيفة، يعني الأخ السلطان ده صعب جدا يشوف اللي جوه العربية ويحفظ ملامحه في الظروف دي. ما هو اتعرف على عزة كامل في نفس الظروف ده لأن عزة فنانة مشهورة وهو عارف شكلها من قبل كده. ما
بس لو فرضنا ان انا اللي كنت سايق وده مش حقيقي فصعب برضو انه يحفظ ملامحي لغايه النهارده. سيبك من الكلام الفارغ ده يا نادر، احنا عندنا شاهد وشهادته يعتد بيها. هخليني مع سعادتك وهفترض جدلا ان الكلام اللي بيقوله الاخ سلطان ده حصل. يبقى شبهه الخطف موجوده، الضحيه تم تغييبها عن الوعي وتم الاستيلاء على سيارتها. تمام، فين بقى العربيه بتاعتها؟ بلاش، ليه تم تغييبها عن الوعي؟ ليه ما تكونش مثلا كانت تعبانه، خصوصا لو حطينا في الاعتبار ظروف سنها او انها كانت سكرانه زي ما قال الشاهد بتاعكم؟ كلام ده تقوله في المحكمه يا عادل بيه؟ مرحله المحكمه دي احنا مش هنوصلها اساسا، المحكمه عاوزه قضيه وسعادتك مفيش عندك قضيه. نعم يا اخويا. سعادتك بتقول ان الستات دي اتخطفت، جبت منين يقين ان هم اتخطفوا؟ كل اللي عندك حوادث اختفاء. بعدين سعادتك بتتكلم عن جرائم قتل، جبت منين الكلام ده؟ من الصور، الصور اللي اتبعتت لاهالي الضحايا. بس دي مش ادله ادانه على جريمه قتل؟ سعادتك استاذنا وعارف اكتر مني ان اي جريمه قتل محتاجه جثه وسلاح جريمه ودافع، وسعادتك ما عندكش ولا واحده من دول. يعني ببساطه ما فيش عندك قضيه اصلا، وكبيرك هتحجزني هنا يوم ولا اتنين وفي الاخر برضو هتخرجني، وانا بقى عشان حبيتك مش هرفع قضيه على الداخليه اطلب فيها تعويض كبير على الضرر اللي وقع عليا. اذا كان ده رهانك تبقى غلطان، انا عارف كويس ان انت اللي قتلت الستات دي ومش هسيبك، مش هسيبك الا وانت متعلق في حبل المشنقة. حتى لو فرضنا تاني ان كلامك مظبوط، معرفة سيادتك مش دليل ادانة، تقدر تقول لي سيادتك ايه الرابط بيني وبين عزة عشان اعمل فيها كده؟ او ايه الرابط بيني وبين بقية الضحايا؟ بلاش، ايه الرابط بين الضحايا دول وبعض؟ ولا سيادتك عايز توجه لي تهمة طالعة من فيلم امريكاني، المجرم داير يخطف الستات ويقتلهم كده غلاسة؟ بص يا ابني، اذا كنت فاكر نفسك ذكي فانا قاعد قدام مني زيك كده اللاسكة منك 100 مرة برضه رميتهم في السجن زي ما حرميك بالظبط. انا كان نفسي يا نادر انك تتعاون معايا لاني بجد عاوز اساعدك. شكلك باين عليه ابن ناس، ما انتش وش اجرام، لكن اهو انت اللي اخترت الطريق الصعب، تلاقي حد تلومه إلا نفسك. خد يا ابني المتهم، رجعه الحجز. مش تبع فيه عادل بيه مش متهم، وطول ما سعادتك ما جاوبتش على أسئلة اللي أنا سألتها هفضل مشتبه فيه. نادر، انت مش ناوي تحكي لي على اللي الست والدتك ضربتك عشانها وايه علاقتها بالقضيه؟ ايه، واحده من الضحايا؟ دور سعادتك وانت توصل لاجابه. طب ولما انت عارف ان انا اكيد هوصل للاجابه، توفر على نفسك وعليا التعب ده كله وتحكي لي ايه اللي حصل من الاول؟ سعادتك مش هتصدقني. جرب، مش يمكن اصدقك. سعادتك مش هتصدق غير الحقيقة اللي هتوصل لها بنفسك، وساعتها بس هنقعد ونتكلم. انا يوم ما اوصل للحقيقة يا نادر مش هقعد اتكلم معك، أجيب لك إعدام.
غلطانه يا منيره يا اختي، كنت حاجتي بالظبط على كل حاجه وخلصتي. خفت يا ناهد يا اختي خفت، انا مش عارفه هما بيرتبوا له ايه. مش يمكن لو كانوا عرفوا ده كان يبقى في مصلحه نادر؟ ما افتكرش، عشان انا وابني غلابه ومحدش في البلد دي بيدور على مصلحه الغلابه. ما انا برضو يا اختي خايفه عليك، خايفه يعرفوا بطريقتهم وساعتها ياذوك انت كمان. مفيش اذيه اكتر من اللي انا فيها انا وابني. اللي كاتبه ربنا بقى هيكون، بس كله من تحت راسها. يا رب يا رب بحق جاه النبي تنتقم لي منها وتاخد لي حقي انا وابني. يا رب بحق جاه النبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. وانا لو كان في ايدي ادله تخلص القضيه كنت كشفتها قدامه كلها مره واحده وانتهينا، لكن للاسف كل اللي تحت ايدينا قرائن. ايوه يا باشا، بس قرائن قويه جدا. ما مش ممكن تبقى الصدفه ان كل الشبهات عليه هو بالذات. لكن كلها شبهات يا عصام، شبهات، ولو واجهناه بيها هيعمل معانا زي ما عمل في موضوع عزه كامل، وهنبقى حرقنا كل الكروت اللي في ايدينا. يا باشا بس احنا كده سعادتك يبقى التحقيق معاه ما قدناش في اي سك. بالعكس يا ايمن، انا عايز الواد ده يتكلم كتير قدامي، كل ما بيتكلم كل ما بيبان هو مين بيفكر ازاي. عموما بكره قبل الساعه 12 الظهر عايز كل واحد فيكم يكون عامل لي تقرير مفصل بكل المعلومات اللي يقدر يوصل لها عن نادر مصطفى كمال. تمام يا باشا. طيب سيادتك بالنسبه للشريط اللي ظهر فيه في تل الجريمه، لما تجيبوا لي قراره هقدر اواجهه بالشريط ساعتها. ما اظنش انه هيفضل متماسك كده. بس يا باشا معليك، في الاول كنت شايف انه ممكن يكون بريء صح؟ صح يا زياد. اه بس لما اتكلمت معاه بقى اتاكدت انه هو اللي ورا ده كله. ايوه يا باشا، بس هو ما قالش حاجه لدينه برضه. ما هو ده يا عصام اللي اكد وجهه نظري. البني آدم المظلوم اللي بيبقى متاخد في قضية ظلم وبالغلط عمره ما بيكون مرتب أفكاره ولا أعصابه هادية قوي كده، لا ده بيبقى عصبي قوي وعمال يزعق ويصرخ ويعيط. إنما الطريقة اللي بيتعامل بيها الواد ده بتأكد لي إنه هو. السؤال بقى، هو عمل كده ليه؟ إزاي؟
معظم السفاحين اللي بيقتلوا الستات بس بيكون عندهم مشاكل نفسية. عقدة من الستات. لا طبعا. لا ده كان طبيعي جدا مع كل الستات اللي بيجوا من المكتب. ومعاك انتي؟ زينا زي أي زميل في الشغل. شوف حضرتك قبل أي شيء نادر زميل مهنة وفي أزمة. لكن بصراحة أنا طول عمري بشوف إنه معقد مش مظبوط نفسيا. وتفتكر المشاكل النفسية اللي عنده دي هي اللي خلته يعمل كده؟ والله احتمال كبير جدا جدا، ليه لا؟ يا باشا أنا يا دوبك خالته وكل اللي أعرفه قلتهولك. الحاجة ابن أختك وقع نفسه في مصيبة كبيرة، فمفيش داعي ياخد حد تاني من العيلة معاه. قولي للباشا اللي هو عايزه وخلصينا بقى يا ناهد. بص بقى يا باشا، الواد نادر ده كان عايش عيشة زي الفل لحد ما ظهرت اللي ما تتسماش دي وقلبت حياته ودنيته كلها جهنم حمر. هي مين بقى اللي ما تتسماش؟ قلت لك 100 مرة أنا مش هتنيل أتصور، واد في المحروقة دي بقى. خلاص خلاص بقى هاسم، الحاجة مش عايزة تتصور خلاص. قولي لي بس يا حاجة، هو إيه اللي خلى نادر يعمل كده؟ أنت إيه يا ابني؟ ما بتزهقش؟ ما بتزهقش؟ قلت لك 100 مرة ابني ملوش دعوة بحاجة خالص. طب الداخلية هتلفق له بس التهمة دي ليه؟ هو ليه نشاط سياسي؟ ولا عمره اتدخل في السياسة من أصله. طب يبقى هيلفقوا له قضيه زي دي ليه؟ انت بتسالني انا؟ ما تروح تسالهم هم. انا كل اللي اعرفه ان نادر ابني بريء بريء. قلت لك اطفي النيله دي. لا نادر، نادر ده ابن منطقتي، اتولد وتربى ما بيننا هنا وعمري ما شفت عليه اي حاجه وحشه. ايوه يعني انا قصدي كان ليه مشاكل مع حد؟ يعني غاوي خناق مثلا؟ بص اسمك كريم ايه؟ احمد يا سيدي. بص يا استاذ احمد، الامر ما يسلمش، وبعدين لما مؤاخذه يعني ما فيش راجل جدع ما دخلش خناقه قبل كده. يا ابني فهمني، انا قصدي يعني كان معروف عنه انه هادي عنيف حمائي طبعه حامي غاوي مشاكل. الشهاده لله انا طول عمري اشوف الراجل ده ماشي في حاله، بس هو يعني ربنا يفك دقته يعني كده كان ليه طبع كده غريب شويه. ايوه طبع ايه بقى؟ يعني كان بيفضل ساكت ومستحمل، بس ساعه لما بتلف منه ما بيشوفش قدامه. عن اذنك تمام كده يا رجالة، تفضلوا انتوا على شغلكوا وبعتهولي. يعني حكيتي له على كل حاجة يا نادر؟ اخسى عليكي وهان عليكي نادر، تعملي فيه كده؟ وانا كنت عملت ايه بس يا منيرة يا اختي؟ وبعدين هو انا يعني كنت قلت حاجة تضره؟ بصراحة بقى انا لو منهم كنت اسيبه يروح. مش كفاية يا حبيبي الغلب اللي شافه؟ يسيبوا مين؟ يسيبوا مين يا اختي؟ ده ما هيصدقوا يلاقوا اي حاجه ويلبسوه بيها التهمه. الله يسامحك يا ناهد، الله يسامحك. بصلى على النبي بقى يا اختي. وبعدين بقى بصراحه بيا او من غيرك كانوا هيعرفوا كل حاجه، هما دول يستخبى عنهم حاجه ابدا يا منيره. ربنا يسترها معاك يا نادر يا ابني، ويكبر بخاطرك ويفك دقتك يا رب. يا نادر، تحب تحكي انت ولا احكي انا الاول؟ عن ايه؟ عن حنين؟ لا سعادتك هتحكي ولا انا هحكي. ليه كده يا نادر؟ ده انا ما صدقت ان انا لقيت حاجه واحده عايزين نتكلم عنها احنا الاثنين. لسه بدري على الكلام يا باشا. لا الكلام اللي سعادتك هتقوله هو اللي انا عاوز اسمعه، ولا الكلام اللي عندي سعادتك جاهز تصدقه. ليه يا راجل؟ طب مش انا قلت لك قبل كده جرب تحكي لي يمكن اصدقك؟ هيحصل بس مش دلوقتي، ولحد ما يقون الاوان انا متمسك بحق القانوني في الامتناع عن الرد على الاسئله. تضربوني بقى تكهربوني، انا مش هنطق بكلمه واحده ليها علاقه بحنين. لا 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 لا، انا لا هضربك ولا هكهربك، بالعكس انا بساعدك. بس انت بقى خليك فاكر ان انا حاولت اساعدك وانت اللي رفضت. براحتك يا نادر. وريت سعادتك تبقى فاكر برضو اني قلتلك لما يقون الاوان، والاوان ده في ايدك انت مش في ايد انا. دور على الحقيقة عادل بيه، ولما توصل لها هتلاقيني جاهز اتكلم. وامر فن رجعوا الحجز.
أيمن. أنا عايز أعرف كل حاجة عن اللي اسمها حنين دي في أسرع وقت. ها ايه رايك؟ اما نشوف يا متر. ادخل تعال يا نادر اقعد. حافظ بيه طبعا. نادر ده يا حافظ بيه اشطر محامي عندي هنا في المكتب، وانت عارف ان انا ما بجاملش في شغلي. دي شهاده غاليه جدا يا فندم. الاستاذ بيقول في حقك كلام جامد قوي يا استاذ نادر. ربنا يخلينا دايما عند حسن ظن. نادر انت عارف طبعا ان حافظ بيه له قضيه عندنا هنا. ايوه يا فندم، وقريت الملف بتاعك كويس كمان. تمام، وايه رايك فيها؟ والله يا فندم القضيه نفسها ضعيفه وسهل جدا نجيب فيها براءه لولا مشكله واحده. ايوه ايه هي؟ شهاده الشهاده اللي اسمها شهناز حلمي. مش قلت لك خالفت في الملاعب؟ اهي دي بقى المهمه يا بطل اللي انا جايبك علشانها. احنا عايزين المحكمه تستبعد الشهاده من القضيه. يا ريت يا فندم. بس ازاي؟ النيابه مقدمها على انها خضره شريفه، لكن انا اعرف انها كانت متجوزه المعلم شحته الدكش وهبشت منه قرشين وخلعت. شحته الدكش بتاع المخدرات؟ تخيل. ودلوقتي بقى الست شهناز دي جايه عايزه تضايق سعاده الباشا، يرضيك كده؟ شفت قله الادب؟ خلاص يا فندم، لو قدرنا نثبت الكلام ده تبقى القضيه خلصت. هنثبته ازاي؟ واللي اعرفه ان شحته الدكش عليه قضيه كبيره وهربان منها كمان. انا بقى وصلت للمعلم الدكش واتفقت معاه، والراجل ابدا استعداده انه يساعدنا بشرط. شرط ايه؟ ان قضيته تبقى في المكتب بتاعنا هنا، وحافظ بيه هو اللي هيدفع الاتعاب. اتفاق مش وحش والله. المشكله بقى ان شحته الدكش وصبيانه مستخبيين في مكان وما بيتحركوش منه، وعايزين اي حد يروح عندهم عشان يجيب ورقه الجواز العرفي، وانا اخترتك انت للمهمه دي. وانا تحت امر سعادتك. الورقه دي فيها عنوان الدكش وفيها رسمة توضيحة عشان تقدر توصل للمكان بسهولة. أنا عايزك تقوم تروح دلوقتي على طول، بس خد بالك المنطقة دي فيها لبش. يا أستاذنا أنا تربية رود الفرج، يعني الحاجات دي ما تفرقش معنا. خلاص اتوكل على الله، بس أول ما تمسك الورقة في إيدك هناك تتصل بي على طول. ليه بس كده يا حاج؟ ده الاستاذ مفهمني انكم اتفقتوا خلاص. رجعت نفسي يا استاذ، عندك مانع؟ لا ابدا لا سمح الله، انا بس عايز اعرف انت ليه غيرت رايك يعني؟ بصراحه كده مش ضامنكم. ليه؟ ده احنا ناس كلمتنا زي السيف. سيف مين بس يا استاذ؟ محامي ملوش كلمه دلوقتي، انا معاشرهم وعارفهم اكتر منك. طب ممكن اعرف انت قلقان من ايه؟ قلقان طبعا، تاخدوا مني الورقه وبعد كده امك في العش ولا طهر. واحنا نعمل ليه كده بس؟ ايه لازمتها تشوف وشي تاني؟ ما خلاص خلصت حاجتي من جارتي. لا
لا مؤاخذه بقى حاج، يعني كلامك مش مظبوط، لان الاستاذ مهدي من مصلحته ان يمشي اتفاقه معاك، لان قضيتك دي هتبقى قضيه جديده تدخل المكتب، وانت عارف ان هو ما بياخدش قليل. ما انا عشان عارف ان هو ما بياخدش قليل وبياخد كتير، خايف الاستاذ حافظ بتاعك ده يلحس كلامه. يا عم الحاج حافظ شديد ده، معاه فلوس ياما، والمصيبه اللي هيخرج منها بسبب الورقه اللي معاك دي، ما تسويش حاجه قدام الفلوس ده، ما هيصدق. هو بنادي قديم طماع يا استاذ. حتى لو طمع الاستاذ مهدي مش هيسيبه، لان شغل المخدرات مش كتير عندنا في المكتب، وقضيه زي بتاعتك دي لما نجيب لك فيها براءه ان شاء الله هيجي لنا شغل كتير. صدقني مفيش داعي للقلق، هات الورقه بقى وخلينا نبدا شغل. نبدا شغل؟ بتسجدني حضرتك ولا بتشتغلي؟ كل ده عشان تاخد الورقه؟ ياه على اللف والدوران. امسك العقد اهو، بس اوعى اوعى تعمل معايا اي حركه غاد، سواء من الاستاذ بتاعك، من الزبون بتاعكو، مش هرحمكو. مش ايه؟ مش هترحمنا يا حاج. على افوادك قالها المعلم، مش هرحمكو، انت فاهمني؟ ربنا ما يجيبش حاجه وحشه. ان شاء الله ما يجيبش حاجه وحشه، بس اوعى الشيطان بقى يوزكم ويقول لكم الراجل ده مستخبي ولا هربان ومش هيعرف يطولنا. لا هطولكم، وهجيبكم من قفاكم واحد واحد، وهعلقكم. حقي ما سيبوش على جثتي، حقي اعرف اجيبه من حباب عنونكم. عدى عليك الورقه دلوقتي، ما نخليها بكره الصبح. طيب ماشي، مع السلامه. مع السلامه. استنى عندك يا عمر يا غالي، هات العده اللي معاك دي وغور من هنا. مش هينفع والله يا اسطى، عندي مكالمات مهمه لازم اعملها في السكه بعد اذنك. هتهزر يا حمك؟ طب ايه رايك ان انا هاخد تليفونك واعلقك هدومك؟ الشنطه دي فيها ايه يا فلوس؟ لا والله، دي فيها هديه صغيره كنت جايبها لست والدتك بس ما لقيتهاش في البيت. ايه رايك تاخدها انت تديها لها؟ ده انت قليل ادب بقى وعايز تتربى. شاهد على روحك يا حالتها.